البهاق، والبهاق من الأمراض اللي بعتقد إن هي بسيطة في شكلها، ولكن طريقة تعاملنا أو تعاملنا مع الشخص المصاب بالبهاء هو اللي عامل أزمة في الموضوع. لأن أنا ما أعتقدش إن في حد غيرنا اللي بيتعامل مع البهاء على إن هو مرض جلدي خطير وممكن يسبب أمراض أخرى، وممكن لمجرد إن يسلم على الشخص أنا أخدت البهاء. يعني عندنا حبة معايير كده غريبة جدا، فاسمحوا لنا إن احنا نفهم ما هو مرض البهاء، نعرف البهاء ده مرض وراثي، مرض مزمن، مرض ايه النوعيه بتاعته من المتخصص. بيسعدنا يكون معانا النهارده الدكتور ماهر محمود، استشاري الامراض الجلديه والتجميل. اهلا وسهلا يا دكتور ماهر، ونورتنا وشرفتنا. اهلا وسهلا. يمكن يا دكتور زي ما انا قلت، ناس كتيره جدا بيبصوا على البهاء على ان هو مرض جلدي مصيبه. ما هو البهاء؟ طيب، هو البهاء دايما بحب اعرفه اقول ان هو مجرد لون. أوكي. حاجه مش مزعجه نهائيا. فكرته كلها ايه بقى؟ الفكره كلها اللي بيلون الجلد بتاعنا حاجه اسمها الخلايا الصبغيه. الخلايا الصبغيه بتنتج حاجه اسمها ميلانين، والميلانين ده بيلون الجلد، خلي واحد فاتح، واحد غامق شويه، واحد لونه اسود، وهكذا. أوكي. الناس اللي عندهم بهاء عندهم خلل في جهاز المناعه. هذا الخلل بيخلي جهاز المناعه اللي هو مسؤول ان هو يهاجم البكتيريا والفيروس والحاجات دي بالغلط بيروح يهاجم الخلايا الصبغيه، فبيعطلها عن شغلها، فالجزء اللي فوق منها بيبان باللون الابيض. البهاء ملوش اي مشاكل نهائيا، ولا يؤثر على الجسم في اي حاجه نهائيا. طيب لو احنا قلنا ان هو مرض هو مرض مناعي في الاول. مناعي بالظبط. اذا اللي انا اعرفه ان الامراض المناعيه هي امراض وراثيه، يعني ما نقدرش نوقفها، يعني ما نبقاش عارفين هتجيلنا ولا مش هتجيلنا، صح ولا غلط؟ بالظبط. نسبة الوراثة، لو بنسأل عن نسبة الوراثة في البهاء، لا تتعدى 5%. بس 5% ده رقم قليل جدا 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 في الأمراض الوراثية. ده 5% ايه؟ لو كان أحد الأبوين مصاب بالبهاء. بس احنا لقينا إن 30% من الناس اللي عندهم بهاء كان أحد أفراد أسرتهم عنده بهاء. وطبعا ده برضه نسبة بسيطة جدا. بيجي ناس كتير قوي في العيادة، واحد جاي يسأل أنا بنتي متقدم لها واحد عنده بهاء، عنده بهاء، تتجوز ولا لأ، أولادهم هيطلعوا عندهم بهاء؟ بقول له نسب الوراثة قليلة جدا جدا جدا، لا تذكر، حاجة بسيطة جدا في البهاء. البهاء زي ما حضرتك قلت من شوية هو غير معدي. غير معدي بمعنى ايه بقى؟ ان هو مش هسلم على حد عنده بهاء هيجي لي. دي بقى دي الاشاعه اللي كل الناس فاكرين اي حد عنده، لدرجه انهم بيحرجوهم للاسف الشديد. وكلمه الاحراج دي حاجه بتدمر نفسيه مريض البهاء اللي هو اصلا جاله البهاء بسبب، يعني دايما في نظريه مشهوره بتقول ان التوتر هو عامل اساسي من عوامل لخبطه جهاز المناعه. لما بيجي لي طفل في العياده عنده بهاء، بسال اسرته على طبيعته، بقول هو حساس جدا، هو بتعصب بسرعه جدا، هو، فبقول لهم يا جماعه رقم واحد في علاج البهاء نحن لازم نعامل الطفل ده على اساس ان هو طفل حساس، بقدر الامكان نتعامل معه على هذا الايه، على هذا الاساس. طب دكتور ماهر انا عايز اسال سؤال، يمكن حضرتك فتحت موضوع مهم جدا. طريقه علاج البهاء لطفل غير طريقه علاج البهاء عند الراجل الناضج او الست الناضجه، يعني الاطفال مختلفين في طريقه تعاملهم او علاجهم مع البهاء زي ما احنا شايفين الصور هنا. يعني احنا الصور دي بداية وبعدين في حاجة اكبر. دي كانت اللي على الشمال، دي اللي عندها البهاء بدأت تتحسن جدا جدا في اللي عندي على اليمين، ده بعد العلاج. ايه ده ايه ده؟ ده يعني نتيجة العلاج. بجد؟ ده نتيجة العلاج، ودي صور حقيقية طبعا. وايه وعندنا يعني دكتور الابيض الكتير ده الاول. ده بالظبط، وده واحنا ماشيين في خطة العلاج، وهنوصل بإذن الله ان احنا هنوصل بالكامل. نفس الكلام ده، بهاء في منطقة الدقن، وفي الناحيه الثانيه بدا تستجيب جدا وبدا تلون بقى جزء بسيط قوي. طب انا عايز اسال سؤال، ازاي نوصل للمرحله دي؟ طيب، هو البهاء احنا بنبدا دايما في العلاج بالكريمات الموضعيه. احنا قلنا من شويه ان جهاز المناعه نشط، فاحنا عاوزين نهدي هذا النشاط. أوكي. فبنستعمل كريمات موضعيه على الاماكن دي بتهدي نشاط جهاز المناعه في المنطقه دي. طبعا ده برضه صوره ثانيه، ده يعني ده تحت الإبط. بين دي خلاص اللي هنضرب بعدين، خلصت خالص دي، خلصت خالص. قول لي بقى البروتوكول بتاع. طيب، انها خلصت خالص ازاي كده؟ بنبدا بالكريمات الموضعيه، بيبدا المريض يمشي عليها مثلا مره بالليل. وفي عندنا كريمات تانية
او حاجه زي ماس او سوليوشن بيبدا يحطه بالنهار، ده بيتحفز الخلايا الصبغيه. في بعض الناس بياخدوا ادويه بتحفز الخلايا الصبغيه. في بعض المرضى بنضطر نديهم ادويه تعمل نوع من انواع تثبيط جهاز المناعه عشان الهجوم ده لو عنده كتير جدا. وده اللي سعادتك قلتيه من شويه، هل الموضوع بيختلف من الكبير للطفل؟ اه بيختلف على حسب الجرعات وعلى حسب الاستجابه. اللي عامل ثوره كبيره قوي في علاج البهاء حاجه اسمها الاكزايمر ليزر. ايه الاكزايمر ليزر؟ الإكزايمر ده علاج جديد او جهاز جديد؟ ده جهاز جديد. احنا كان المشهور عندنا زمان كان حاجه بيقول لك الايه العلاج الضوئي اللي هو الاشعه اللي هو بيدخل في كابينه كده كامله بيدخل عيان ويقف فيها كده لمده ثواني، بس كان الطول الموج بتاعها ما بيعرفش يوصل اللي هي الخلايا التائيه اللي هي المسؤوله عن المناعه في المكان ده. فعملوا الاكزايمر بطول موجي بيعرف يوصل للخلايا المناعيه وبرضه بيحفز الخلايا الصبغيه. الاكزايمر كمان في ميزه تانية، مريض مثلا عنده المنطقه دي ايه اللي يخليني ادخله كله في كابينه كامله وجسمه كله تعرض للاشعاع؟ لا، الليزر بيتحط بشكل مباشر على الجزء اللي هو المصاب. طيب كانت مشاكلنا مع في علاج مرضى البهاء ان احنا كنا بنديهم ادويه بتثبط المناعه بشكل عام. وده خطر طبعا وحاجه ما هياش محمية. لان يعني خفيفة. بتعالج حاجه وممكن تاذي حاجه. بالظبط. فطلع دلوقتي حوالي خمس ادويه جديده، خمس ادويه جديده كلهم بيسموهم علاج بيولوجي. معلش، الخمس ادويه دول مصري ولا مستورد؟ هو كله مستورد لحد دلوقتي. اوكي. طيب فكرتهم كلها ايه بقى؟ فكرتهم ان لما كنا بنثبط المناعه بشكل عام كان حاجه مش لطيفه، فهم طلعوا ادويه بتشتغل بشكل دقيق وبشكل موجه بيسموه علاج بيولوجي. كلمه بيولوجي او علاج ذكي او علاج موجه ان هو دواء داخل من بره داخل يشتغل على بروتين محدد هو المسبب للبهاء، بيسيطر عليه بدون ما يعمل اي خلل في المناعه في الجسم. اوكي. دايما بقول ان علاج البهاء لو بدا من بدري ده بيكون النتيجه سريعه جدا. طب دكتور، الخمس ادويه اللي حضرتك بتتكلم عليهم كلهم بيعملوا نفس الشيء ولا هو في انواع بهاء فكل واحد بيعالج نوع؟ يعني انا بس هم كلهم بيشتغلوا بنفس الطريقه، نفس الطريقه ان هم بيسيطروا على بروتينات محدده هي المتسببة في الخلل المناعي دي. نظريات طبعا نظريات مختلفة وكلها بتشتغل بنفس الطريقة انها بتسيطر على البروتين المسبب للبهاء. طيب بعد قد ايه من تناولي للدواء ده ممكن مريض البهاء يلاقي نتيجة؟ يعني طيب. انا عارفة ان الدواء ده مش رخيص. بالظبط. غالي. احنا من 3 لـ6 شهور بيبدا المريض يلاقي نتيجة. اوكي. وزي ما قلنا دايما المبدا من بدري بيكون النتيجه افضل بكتير. البهاء حتى نسبه في العالم بيجي تقريبا 2%، وده رقم يعتبر برضه كبير. انا عندي مثلا في مصر 2 مليون او اكتر، بيزيد شويه في منطقه الخليج. فالفكره ان هو الفتره الجايه كمان بدا العالم يستثمر في ادويه البهاء. هو البهاء مظلوم لان يعني اللي بينتج الادويه طبعا اوروبا وامريكا زي ما حضرتك عارفه، فهم عندهم لون بشرتهم فاتح، اللي بيجي له بهاء عندهم ما بيفيش تنمر عليه، فبالنسبه لهم الموضوع مش ملح، مش ارجنت ان هم يعملوا له ادويه ويقعد يدور مش ملح في العلاج. ولكن التنمر اللي بيحصل في مجتمعنا للاسف الشديد والنظره اللي ساعات بتسوق حاله المريض نفسه، ففعلا بداوا يهتموا لنا احنا. يعني هم الموضوع مش فارق معاهم قوي، بداوا يهتموا لنا احنا عشان الحاله اللي موجوده عندنا. دكتور، انا النهارده مريض البهاء اتعالج واخد الجلسات اللي حضرتك قلتها واخد الادويه وفعلا النتيجه الحمد لله زي الفل وراحت البقع. هل ممكن يرجع تاني؟ مفيش حاجه تضمن ان هو ما يرجعش تاني. ومفيش حاجه تضمن بعد كل الشقه بتاع الرعايه والادويه والعلاج. هو السؤال دايما بساله في العياده، بقول لهم يا جماعه احنا الـ3 أو 4 اللي قاعدين ما فيش حاجه تضمن ان هو ما يجيش لشخص مرتين او ما يجيش لحد ما جالوش قبل كده. هم دلوقتي شغالين على دواء تاني تمام بيأثر على، يعني بيعتبر ان الخلايا التائيه او الخلايا المناعيه دي عارفه المكان اللي بتروح عليه كل مره تأثر عليه، الخلايا الصبغيه. فشغالين على دواء معين ينسيها الاماكن دي، في عندها حاجه اسمها ميموري تي سيل، فهم بيشتغلوا على الحته، بس طبعا لسه تحت اطار البحث. بس ممكن تروح لحته تانيه لما هتنسى فين المكان، ممكن تضرب في حته ثانيه. ما احنا دلوقتي اصبح عندنا دواء بيعمل كنترول على التي سيل نفسها. اوكي.
مجرد ان الشخص يشوف نفسه تعالج تماما وانتهى الموضوع معاه ده بيحسن حالته النفسيه، وتحسين حاله النفسيه الحاله النفسيه بتاعه المريض ده بيأثر يعني على حياته كلها، بيأثر ان هو المرض ما يرجعلوش تاني، فالعمل كتير يعني. طيب مريض البهاء في اماكن معينه بتبتدي معاهم التفتيح بتاع يعني هل مرضى البهاء مثلا اول حاجه بتطلع لهم مثلا في وشهم في ايديهم؟ انا ده اللي طيب. بيقال طيب. ما ببقاش عارفه هل في مناطق تانية ممكن. طيب احنا عندنا طبعا انواع كتير للبهاء، بس حاجه بسموها البهاء الطرفي اللي بتوجد في الوش وبتوجد في الايدين وبتوجد في الرجلين، والبهاء البقعي تبقى نقط بقع كده معينه موجوده في الجسم، وحاجه اسمها سيجمنتا بيبقى ماشي في اتجاه واحد فقط في الجسم. سؤال حضرتك مهم قوي، بتقولي ساعات بيظهر في الوجه عند بعض الناس. التعرض الشديد للشمس، تمام، الوجه ده يعتبر من الحاجات اللي بتعرض برضو الكيميكالز، بتعرض لحاجات كده كتير، فممكن ده يأثر على الخلايا الصبغية. بس انا عايز اقول حاجة مهمة، مش كل نقطة بيضة او كل بقعة بيضة شفناها في مريض تعتبر بهاء. البقع البيضة اللي مش بهاء كتير جدا جدا جدا. اوكي، مهم جدا اقول كمان ان البقع البيضة اللي بتكون بلون البهاء لازم تبقى بيضة جدا بلا شك، ما يكونش فيها شك اصلا، وتكون باللون اللي هو لون اللبن كده الفاتح المشع الناصع ده. لان بيجي لي كتير ناس جدا جدا في العياده، واحده عندها ابنها عنده شويه بقعه كده في الوش. عارف انت الفرق ما بين البقعه دي وبقعه فيتامين؟ انا دايما كان اقول ناقص فيتامين. هي دي حاجه بسموها بتريز قلب او نخاله بيضاء. ايوه، ودايما دي بتظهر دايما عند الاطفال اللي بينزلوا بسين كتير، بيقول لنا بعد المصيف كتير، الاطفال اللي جلدهم جاف جدا بتبدا عندهم بشويه خشونه، وبعد كده تبان باللون الايه الابيض. يوميا في العياده اطفال جايين بسبب الايه، بسبب ولما الموضوع. تظهر ان البقعه البيضه دي بره بهابه، لما تظهر البقعه البيضه دي في الظهر، تمام، لناس كبار. طيب احنا كده دخلنا في حاجه تانية، دي حاجه اسمها تينيا ملونه او تينيا عكس اللون. ده نوع من انواع التينيا بتيجي للناس اللي هم بيتبلوا كتير، ياخدوا شاور كتير، بيعرقوا كتير كده. تبدا النوع ده من الثانيه يبدا ياثر على الخلايا الصبغيه عندهم ويعمل لي البقع البيضة. دي سهله قوي، ودي بناخد ليها حاجه مضاده للفطريات كراس كده، بناخدها مره كل اسبوع لمده شهر، وبنحط عليها كريم برضو مضاد للفطريات، بنستعمل زي شامبو كده مرتين في الاسبوع، وبتبقى النتيجه سريعه جدا. ده حاجه، والبهاء بقى حاجه ثانيه. بالظبط، يعني احنا عندنا بقع بيضاء كتير جدا، منها التينيا الملونه، منها النخاله البيضاء، منها هنا الاكزيما، لكن البهاء ناصع البياض وما نقدرش نشك فيه. بالظبط، بلا شك لازم يبقى حاجه كده ما تلخبطش فيها. هل اللي بيطلع له هذه البقع ممكن يكون بيحس بالم ما او هرش ما؟ يعني انا بس بحاول اعمل جايد لكل الناس اللي بيبقى قلقانين، احنا برضو ممكن نقلق، ايه البقعه دي؟ لا، ونخش في تحاليل ونخش في، لا، اللي بيظهر لهم البهاء ولا بيشعروا بالم ولا بيشعروا بهرش، مجرد لون فاتح. بعض الناس اللي بتعرضهم لحروق، في عالم كده اسمه كوبنر قال لك الناس اللي بتعرضوا لحروق في الجلد ممكن بعديها الحروق دي تاثر على الايه، الخلايا الصبغيه، سواء حرق عن طريق النار او حرق عن طريق ماده كيميائيه، ممكن يظهر بعضهم بقعه بيضاء، ده نوع من انواع البهاء. طب السؤال الثاني في البهاء، البهاء اللي في الوش الطرفي، هو ممكن نقول انه من اسهل انواع البهاء يعني يتعالج اسرع من البقع الكبيره؟ فعلا البهاء اللي في الوجه اسرع نوع بيتعالج عندنا. وليه بقى؟ لان الوجه كله في الغالب فيه شعر، حتى لو مش شعر يعني واضح وقدامنا في شعر، طول ما في شعر يعني في خلايا صبغيه، هنيجي نعالج احنا بننشط الخلايا الصبغيه. انما اصعب نوع عندنا اللي هو موجود في الاطراف، الاماكن اللي ما فيش فيها اصلا، اللي ما فيش فيها شعر اصلا. فاسرع حاجه فعلا في خلال شهرين ثلاثه تلاقي كل اللي في الوجه ده اختفى تماما. يا رب يا دكتور، على ايدك باذن الله. بنشكرك يا دكتور، ميرسي جدا على المعلومات القيمه. دكتور ماهر محمود، ميرسي جدا جدا، تحياتنا لحضرتك. شكرا، سنه طيب. وبكده يبقى خلصت كل المعلومات اللي احنا عايزين نعرفها عن البهاء. ربنا يشفي كل مرضانا، بنحبكم، تحياتنا لحضراتكم، ونشوفكم وحلقه جديده والستات، الى اللقاء.